خصوصا اذا كان عم بقعد قدام النار لاكثر عن ساعه. يعني اذا قعدت مثلا ساعه زي ما بقول لك دكتور اسامه كل ربع ساعه بدك تحاول تاخذ. استنى قلبهم حسنهم انحرقوا هلا هيك اسامه بزعل شو هالشف. طيب وكيف اكلك؟ يعني لما انت وانت طبيعه اكلك بتاكل لحمه اصلا؟ بتحب اللحوم بتنوع بالاكل ولا بس لحمه؟ لا لا باكل مشكل. مشكل برافو عليك. أصلاً أصدوم شكلك قصده مشكل مشاوي. لا 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 مشكل اكل تاكل خضار وفواكه حتى شكله ما شاء الله. لا يعني شكله هيلثي بس, بس هذا مش مؤشر بانه نحيف انه هو هيلثي. لا طبعا عشان بدي اساله سؤال بتلعب رياضه؟ إذن بالمره؟ اها كم مره بتلعب؟ ولا كره ولا كره؟ ايه بلعب كره. طيب لا هو كره كل كم بيلعب؟ كل كم؟ كل سنه مره. يا عشان هيك كم عمرك يا بلال؟ شوف يا بلال امسك لي هذا شد ادفع ادفع شد ايوه شد شد كمان لجوة. كمان بس كمان شوف صار في العضله عم ترجع. شوف قد ايش شدت. ليه؟ لانه عضلاته ضعيفه. طيب حط لي فوق راسك هون ايوه شد شد كمان لجوا شوف هلا هون بطنه صار مشدود. هذه تمرينات بسيطه. هذه التمرينات لو عملتهم بالبيت حتى ممكن تعملهم بدون هذا الجهاز بتقوي عضلات الذراعين بتقوي عضلات البطن. شغله ثانيه طب والرجلين لانه واقف هلا حقول له الرجلين على فكره دائما الرجال ما عندهم مشكله بالرجلين لكن ومع ذلك انا بدي انه هو يستخدم البيدوميتر هذا الجهاز. شو بحبه انا هذا هذا بلال عشان يوريك هل انت انسان نشيط ولا انسان خامل. بالنسبه لعمرك 22 سنه لازم لما تركب الجهاز هذا هلا هون لو اشوف الرقم حيكون عندي الرقم صفر بيعطيني اصفار. لما تركبه على وسطك هون كل يوم من بدايه النهار لازم في نهايه اليوم يعطيك الرقم 10,000 خطوه. إذا أقل من 10,000 خطوة أنت تعتبر إنسان كسول. وبتعرف أنا بقى يعني مبسوطة أنك جبته لأنه بتتذكر في حلقة الطيار إحنا قلناها للطيارين مفيدة للمضيفين مفيدة ولكل المهن من هون لبداية ونهاية الحلقات حنقول إنها لازم تكون موجودة مع كل المهن. هذا مؤشر بيعطيك بتروح آخر النهار واو أنا اليوم عملت 5,000 عندي كم نقص؟ 5,000 بدك تحاول تروح تلعب لك نص ساعة رياضة مشي جري سباحة لكن على الأقل يا بلال عشان صحتك ولأنك صغير 3 أيام بالأسبوع كل ما لا تقل عن 60 دقيقة بالضبط. وإحنا نتمنى لك السعادة والصحة وشكرا وريحة المشاوي. أهم شيء تكون اللحم استوت. اللحم استوت شكرا يا بلال. أنا حاخذ السيخ وأهرب قبل ما الشيف أسامة يسرقها مني. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. كيف حالك؟ الحمد لله. أخبارك؟ الحمد لله. هدى اسم جميل اسم أختي هدى. يا هدى مهنتك متعبة لأنك معظم الوقت أنا عم بشوف يا واقفة يا قاعدة صح؟ صح. سؤالي لإلك أنا تغزوي ودكتور أسامة حيسألك بخصوص النشاط الرياضي ومهنتك بالرياضة. أنا حسألك مهنتك بالغذاء. شو طبيعة أكلك؟ بس لا تصعب عليها الأسئلة يا الله ما تغشش بس أنت الإجابة. هدى شو طبيعة أكلك يا هدى؟ الساعة 7 الصبح باكل وجبة والساعة 2. والوجبة بتاخذيها بالبيت ولا بالدوام؟ لا بعض الأحيان بالبيت وبعض الأحيان هون أول ما أوصل. وشو بتحس الفرق لما بتاكلي بالبيت أحسن ولا لما بتيجي لهون وبتاكلي أحسن؟ لا هون يعني على السرعة بس فبالبيت أحسن بتحسي حالك حتى اليوم مودك أحلى نشاطك أحلى. شو طبيعة الأكل التقليد على الفطور وعلى الغداء؟ على الفطور يعني فطاير هيك شيء. كل يوم حتى لو بالبيت؟ أسألها انت حكيتي يعني بتفطري الساعه 7 بس اي ساعه بتصحي؟ الساعه 5:30. بريد يعني تقعد يعني فتره زمنيه مش طويله. بتصلي الصبح اكيد. طيب سؤال ثاني فطاير كل يوم ولا بتنوع؟ لا بنوع مش كل يوم يعني فطاير. حبوب حليب عصاير بتاخذي؟ باخذ. طب والغدا اي ساعه عاده؟ الغدا لا انا هون الساعه 2 باخذ بريك باخذ لي اشياء خفيفه يعني مش انه غدا. الغدا لما ارجع على البيت يعني على نقول على الساعه 2 تاخذي بريك مش غدا. لا والغدا اللي بالبيت بيكون على 5 مثلا. 5:30 وبالليل متاخر بترجع بتاكلي شيء؟ لا لا ما برجع باكل. طب شو طبيعه الاكل تاكليه بالبيت؟ لا غدا عادي يعني وجبه رئيسيه بتكون مش انه اي شيء. وبتعملي حتدخل انت بالحركه يعني مش حتدخل فيها يعني عن جد هذا لايف ستايل مختلف. مختلف كثير. انت هلا عم تصحي الساعه 5:30 عم تاخذي الفطور الساعه 7 عم تاخذي وجبه خفيفه الساعه 2 وعم تاخذي وجبه دسمه الساعه 5. وهو المفروض يعني ايوه هو المفروض الصراحه بدي اسالك اياها بعد الساعه 5 لما تاخذي الوجبه هاي كيف بكون نشاطك؟ بصراحه
بتنامي بتقعدي؟ بكسلي؟ بكسل بس ما بنام. ما بتنام بس يعني بتكون معنا نشاط. طيب يعني انت بتعرف انه الواحد اصلا طبيعه توزيع الاكل تبعه لازم يكون الاساس يعني اكثر شيء على الفطور، وحتى الوجبه ما بين الفطور والغداء اللي هي مبدئيا بتكون الساعه 10. هلا احنا حنراعي طبيعه العمل تبعك، لكن نصيحه لإلك، حاول تخلي اللي هي السناك تبعتك الساعه يعني لنقول ساعه 2، زيدي من القيمه الغذائيه، لان لازم تكون 30% من السعرات الحراريه في وجبه الغداء تبعك. العشاء او بالليل هاي لازم تكون اخف شيء، فواكه، سندويشه لبنه، سندويشه زعتر، شيء خفيف. عرفتي؟ لانه هلا انت اول ما يصير عندك المساء معدل الطاقه الغذائيه عندك، معدل حرق الطعام بتقل، بالتالي بصير عندك تخزين عالي بالشحوم بالجسم. هلا النقطه اللي بدي اسالك اياها كثير مهمه، طبيعه اللايف ستايل تبعي بعد يعني من الساعه 5 الى وطالع بتعملي رياضه؟ فيها رياضه ولا بس لا بقعد في البيت بتفرج على التلفزيون؟ يعني بيتوتيه يعني برنامجك ما في رياضه؟ ما تنسى انه هي اسامه على الخمسه بترجع بتاكلوا الوجبه اللي الرئيسيه وهي تضخم المعده اصلا، بس معلش بتعطي ثقل اصلا. وعشان هيك هلا في ثلاث نقاط رئيسيه اللي هم سوري يعني بديش نحكي خلل لكن هم خطا باللايف ستايل تبعك. النقطه الاولى اللي حكت عنها وفاء انه السناكس عندك المتاخر الساعه 2، المفروض انه في سناكس على 10 مثلا، هذا واحد، وهذا اللي بخليك تاخذي وجبه دسمه الساعه 5. والنقطة الثانية انه انت طبيعة الحركة عندك ما في حركة، هذا كله بيأثر عليك. انا بدي اسألك سؤال اخر، نومك لما تروحي تنامي تكوني بتحسي في الام بايديكي، الام برجليكي؟ برجلي وبظهري، اخر ظهري كثير الم. هذا حيدخل في كيف قعدتها وهي انت حتحكي، بس انا عندي سؤال في تداخل معاها. تفضلي. المي شو اخبارها معاكي؟ لا بشرب مي كثير. حلو كثير. طبعا استني وفاء بس مي كثير، انا مي كثير قديش؟ ما بدي اسالها، بس ما بتعطيني مجال. بشرب مي كثير، انا ما بعرف كم يعني تقريبا. انت على حسب وزنك، البنتين صغار يعني بوقت الدوام. على حسب وزنك لازم تاخذي 35 ml مي لكل كيلو، يعني لكل كيلو، يعني لو وزنك 60 لازم 2 لتر، 2 لتر يعني 4 صغار. شوفي انت، هل انت فعلا بتاخذي 2 لتر في اليوم؟ اكيد لا. لما الناس بتقول كثير هم بيعتبروا الانينتين كثير. دائما دائما ولانك قاعده هون في مكان شويه تبريد فيه بياخذ من رطوبه الشخص، اوكي، فيجب انك انت تتعرضي انك انت تاخذ المي كل فتره وفتره حتى يصير في عندك نسبه الترطيب في جسمك، يكون دائما تحس انه في رطوبه، شعرك، جسمك، الرئتين، الحراره، ما بتحسي احيانك حرانه؟ بتكوني نقص في المي، تكسر الجسم زي ما حكى دكتور اسامه الصبح، هذه نقص في المي لانه المي تدخل في ليونه الجسم. كمان شغله بدي اقول لك اياها، جلستك هون معظم الوقت انت عم تطلعي من هون 5:30 تقريبا الشمس غربانه، يعني تعرضك للفيتامين د ما في فالفيتامين د عندك نقص فيه، وهذا مش بس انت، هذا شرق اوسطيين تقريبا عندنا هاي المشكله. احنا حنتكلم هلا حنشوف بقيه الزملاء اللي معاكي اللي شفناهم اللحامين والخباز اللي بالحلقه، واكتشفنا انكم كلكم تتعرضوا لنفس الفكره، نقص الفيتامين د لعدم تعرضكم للشمس نتيجه للعمل. يعني اغلب الوقت تحكي 70% من وقتك انت واقفه. واقفه. اخطر شيء على القلب الوقوف المستمر او الجلوس المستمر، ليه؟ طول ما انت واقفه حتكوني عرضه في المستقبل للاصابه في الدوالي لا سمح الله، وهذا راح يسبب لك مشاكل كبيره جدا، وخصوصا انه اللايف ستايل تبعك ما بتعمل رياضه. هذا واحد. اثنين، انا متاكد، انا ما بعرف بس متاكد زي اسمي انك لابسه كعب عالي. كل الستات لو سمحت معلش، هلا هي وقت عمل 9 ساعات، الكعب العالي اللي انت لابسها مع الوقوف دائما مستحيل تكون الوقت تبعك صحيه، حتميلي لقدام، حتحركي لقدام، فحيصير في ضغط وين؟ في اخر الظهر. برافو عليك. ومع الحركة هاي اللي هي غير صحية رح لما تروحي على البيت، لما سألتك قلتي بتشعري في ألم بالكتفين، في ألم بالظهر، ومرات كثير وأنا متأكد من الإجابة اللي حتجاوبيها بتشعري إنه مودك سيء. ليه؟ هو هذا نتيجة اللايف ستايل السيء. بقول لك أنا مزاجي، ما في إنسان مزاجي، في إنسان طبيعة أكلك، طبيعة نومك، طبيعة حركتك. هلا بدنا منك إحنا نعلمك شغلتين كثير مهمات. الوقت اللي أنت واقفة فيه فترة زمنية طويلة حاولي ما توقفي اكثر من 20 دقيقه، واذا اضطريتي توقفي اكثر لازم يصير في
حركة بالرجلين. يعني طلع يا دكتور أسامة كيف عم بحرك. يعني أنا حجيلك هون، خليني أجي هون وفع عشان تشوفني أكثر. أنت واقفة، حاولي قدر الإمكان لو بشكل بسيط. بسهولة. أوكي؟ هاي طريقة. طريقة تانية تعملي تمرينات الستريتشنج ما عندك زباين أو حتى لو عندك زباين. هلا أنا عم بتكلم معك وأنا عم بحط أغراض. هلا أنا عم بحكي معك، أنا عم بتحرك. هلا أنا عم بعمل ستريتشنج. أنت مش شايفاني. بس أنا عم بعمل ستريتشنج. أنت واقفة.